غرق اللبنانيون في مياه أمطارهم، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسيول التي اجتاحت الطرقات في مختلف المناطق وأغرقت المواطنين والسيارات، ما أدى إلى أزمة سير خانقة. وناشد العالقون المعنيين للعمل على فتح الطرق، كما دخلت المياه إلى بعض المحال والبيوت، وشهدت مكاتب عدة بمطار رفيق الحرير الدولي في العاصمة بيروت تسربا للمياه، وكذلك الأمر في صالتي الوصول والمغادرة. وفي صور لافتة يظهر بعض المواطنين يتنقلون وسط السيول في زوارق على طرقات بالعاصمة بيروت.